يا ترى ايه الفرق بين البنادول والابيمول وباراسيتامول شركة العربية للأدوية؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. اهلا وسهلا بيكم، معكم محمد خالد في قناة دواك موجود. الباراسيتامول دي هي المادة الفعالة بتاعت الأدوية اللي هنتكلم عليها النهاردة. طب ايه الباراسيتامول ده اصلا؟ الباراسيتامول دي مادة مسكنة للألم وخافضة للحرارة، يعني انت لو عندك صداع او وجع في اسنانك او حتى عندك دور برد او انفلونزا ممكن تاخد قرص 500 ميلي جرام او قرصين على حسب شدة الالم بحيث تحس بتحسن. طيب ايه الفرق بين الثلاث ادوية اللي اتكلمنا عنها في بداية الفيديو؟ نيجي نشوف اول دواء اللي هو الباراسيتامول بتاع شركة العربية للادوية. هنلاحظ ان الشريط تحسه ضعيف كده والفويل بتاعته معرجة ومش مستوية. سعر الشريط ده 3.5 جنيه، وده شكله من قدام. نيجي للابيمول، هنلاحظ ان الشريط شكله اقوى والفويل بتاعه ناعم اكتر ومفرود اكتر. سعر الشريط ده 4 جنيه، وده شكل شريط الابيمول من قدام. هنلاحظ ان الاقراص مدورة شبه باراسيتامول شركة العربية للأدوية. نيجي للبنادول، هنلاحظ ان الشريط اقوى والفويل مفرود اكتر وشكل الشريط احلى واشيك. سعر الشريط ده 8 جنيه، وده شكل شريط البنادول من قدام. هنلاحظ ان الاقراص مستطيلة مش مدورة زي باراسيتامول العربية او الابيمول، وده لان الاقراص المستطيلة بتسهل البلع اكتر. طب هل معنى ان شريط شركة العربية شكله مش حلو ان احنا ما ناخدوش؟ لا، مش ده معناه. امال ايه؟ التلات ادوية اللي اتكلمنا عنها النهاردة فيهم نفس المادة الفعالة اللي هي الباراسيتامول وبنفس التركيز بالظبط اللي هو 500 ميلي جرام. فانت لو خدت اي دواء من التلاتة هيدوك نفس التأثير بالظبط على الالم وعلى تخفيض الحرارة. وحتى لو خدت اي نوع تاني في السوق زي السيتال او البارامول او اي براند نيم تاني او اي منتج تاني من اي شركة هتديك برضو نفس التأثير بالظبط. امال بيختلفوا في ايه؟ بيختلفوا في المادة اللي مصنوع منها الشريط، وبالتالي سعر الشريط بتاع الشركة. اتمنى تكون استفدت من الفيديو والفيديو عجبك، ولو عجبك فعلا لايك وشير وسبسكرايب، واتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، وافتكر دايما ان دواك موجود. سلام.